فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض إخواني من طلاب العلم قاطعوني بسبب أني لم أأخذ موقفا من فلان فأبدعه وأهجره. يقول يقول أنت ما تهجر فلان نبي نهجرك، ما تكفر فلان نبي نكفرك، هذا حرام ولا يجوز، عدوان ونشر للشر بين الناس، بدلا يصلحوا بينهم ما يهجرون اللي يسعى بالإصلاح ولا يدخل في المنازعات ويؤثر السلامة، يبدعونه ويفسقونه أو يكفرونه، هذه فتنة من شياطين الإنس والجن بين عموم المسلمين، فكيف بين طلبة العلم اللي يزعمون أنهم طلبة علم أو مشايخ يدخلون في هذا المدخل السيء ويؤججون النزاع بين المسلمين وبين الإخوة. نعم.